نص الحقيقة دي تفرق معانا جدا في الإيمان الأرثوذكسي. عارفين ليه؟ عارفين كلمة هرطقة معناها إيه؟ هرطقة في اليوناني هيرسي مش معناها كذبة، معناها جزء من الحقيقة. كلمة هرطقة مش معناها كذبة. الشيطان بتاع أكاذيب وكل الهرطقات أكاذيب، بس الحقيقة هي مش أكاذيب واضحة، هي أجزاء من الحقيقة، لكن من غير بقية الحقيقة تعتبر كذبة. هديكوا مثل. أريوس فضل يقول المسيح أحسن إنسان في الدنيا، صح ولا غلط؟ صح. لكن ما رضيش يقول إنه إيه، إنه إله حقيقي كامل. هو قال نص، قال جزء من الحقيقة، قامت الكنيسة اعتبرته إيه؟ هرطقة. ما سقفتلوش عشان عمال يمجد المسيح كأحسن إنسان، قالت له لا إيمانك غلط. جه أطاخي يدافع شوية ضد الأريوسية، فبص على نص الحقيقة برضه، قال المسيح إله كامل وحتى ناسوته كده وكده، لخبط الدنيا. لأنه وهو بيدافع عن لاهوته لغى ناسوته، برضه ما قالش حقيقة كاملة، قال نص الحقيقة. جه نسطور عكها خالص، لخبط الدنيا أكتر وأكتر، قال خلاص خلاص المسيح إله وإنسان، بس شوية إله وشوية إنسان، برضو قال حقيقة ناقصة، لأن المسيح أيوة إله كامل وإنسان كامل، بس إيه؟ بدون اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واتحادهم دائم، ما فيش وقت كان فيه إله وكان فيه وقت كان إنسان. إذا خلي بالكم الكنيسة يا ما عانت من أنصاف الحقائق، وما زالت، وما زالت، وأقول لكم إزاي. النهاردة في ناس بتقول أيوة المعمودية كويسة، لكن ما تقولش إن المعمودية لمغفرة الخطايا، تبقى إيه؟ تبقى هرطقة. هرطقة، لأن حسب إيماننا اللي استلمناه المعمودية لمغفرة الخطايا، بنقول كده بالحقيقة، نؤمن نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. يبقى لو واحد بيعمد مش للغفران تبقى هرطقة. النهاردة في ناس بتقول المسيح رئيس الكهنة الأعظم، صح، لكن ما بتقولش ان له كهنة وهو رئيسهم، بتلغي كهنوت العهد الجديد، تبقى هرطقة. تبقى هرطقة لأنها قالت جزء من الحقيقة بس ما قالتش الحقيقة كلها. طب ما احنا موافقين ان المسيح رئيس الكهنة الأعظم، لكن ما احنا كهنة، واختار الرسل يبقوا رؤساء كهنة، وعمل نظام كهنوت في العهد الجديد، وده تعليم الكنيسة 2000 سنة. النهاردة في ناس تعمل المايدة وتقول اصنعوا هذا لذكري، ده نص الحقيقة، لكن ما تقولش جسد حقيقي ودم حقيقي، يبقى هرطقة. خلي بالكم نحن محاصرون بهرطقات، هي أجزاء من الحقيقة، لكن الأجزاء من الحقيقة ما توصلش للسم، ما توصلش للحقيقة الكاملة. حاجة تانية أحبائي، حتى نظرتنا للأمور حاليا ممكن تبقى ناقصة. يعني إيه؟ اللي يبص على الشاب الغني، برضو الأسبوع ده جاي سيرته، الشاب الغني جه ركع تحت رجلين المسيح يسأل عن الحياة الأبدية، لغاية كده إنسان حلو. المسيح قال له اعمل الوصايا، قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، يبقى حلو قوي. وبعدين قال له ايه، يعوزك شيء واحد، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء وتعال اتبعني، فمضى حزينا. اللي بص على في الاول يقول الراجل ده متدين، ولد كويس، واكيد مكانه السماء. طب ايه رايك المسيح حزن عليه؟ تقول عليه ايه ده؟ ما تاخدش الامور بانصاف الحقائق، ما تعرفش مصيره ايه. اللي يبص في الاسبوع ده على يهوذا امبارح في حد الزعف، تقول يا بختك يا يهوذا،
ده انت قريب للمسيح، ده انت بتاكل معاه، ده انت بتحكي معاه، ده انت واحد من الاثناشر مش واحد حتى من السبعين. استنى بس، كتاب بيقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت. هديك عارف مش هيفوت الاسبوع وهتقول ربنا يحمينا من شبه يهوذا الخائن. ليه؟ دلوقتي يهوذا كويس، بعد يومين يهوذا مش كويس، تاخد الحقيقة كلها. والعكس، في الاسبوع ده كان اللص اليمين لغاية اليومين دول لص متعب سجين مجرم بكل الاخلاق السيئة، اللي يشوفه يقول ده وش جهنم. طب طول بالك لغاية الجمعة العظيمة، شوف بقية الحقيقة كده، تلاقي اللص اليمين اول واحد داخل الفردوس. احبائي، كل ما نيجي نشوف حاجة تعالوا نراجع بسرعة، يا ترى هي دي الحقيقة كاملة ولا ناقصها حتة؟ لازم في حتة ناقصة. فلا تحكموا في شيء قبل الوقت.